أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا درس في علاقة علم أصول الفقه بغيره من العلوم، وهو إن شاء الله تعالى سوف يكون مقسوما على يومين اثنين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول والعون والسداد. وينبغي أن نقدم بين يدي الموضوع مقدمات في أهمية تحصيل العلم الشرعي على وجه العموم، وأهمية دراسة علم أصول الفقه على وجه الخصوص، ثم بيان علاقة العلوم بعضها ببعض، ثم الكلام على العلاقة بين أصول الفقه وعلوم أخرى شرعية ولغوية، وينتظم ذلك كله في عناصر ثمانية إن شاء الله تعالى. فأقول مستعينا بالله تعالى: أولا، أهمية طلب العلم الشرعي. للعلم الشرعي أهمية عظيمة وفوائد جليلة للفرد المسلم وللمجتمع عامة، وإنما سأذكر هنا طرفا من ذلك على سبيل الاختصار لما كان ذلك مقدمة فحسب. فمن ذلك أولا أن العلم الشرعي يرفع صاحبه ويعلي قدره في الدنيا وفي الآخرة إذا كان صاحب العلم مؤمنا عاملا بما علم، يتقي الله ويعمل بما علم، فإن الله يعلي ذكره وقدره في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد رأينا كثيرا من سادات التابعين رحمهم الله تعالى الذين هم خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم، رأينا أن كثيرا منهم كانوا من الموالي، فقد رفع الله شأنهم وأبقى ذكرهم بسبب علمهم بدين الله تعالى وتقواهم وورعهم وتعليمهم الناس، مثل سعيد بن جبير وأبي العالية وابن سيرين ومكحول وغيرهم كثير رحمهم الله. وفي صحيح مسلم أن أمير مكة نافع ابن عبد الرحمن الخزاعي رضي الله عنه لقي الفاروق رضي الله عنه في عسفان حاجا أو معتمرا، فقال له عمر رضي الله عنه: من استعملت على هذا الوادي؟ يقصد مكة، يعني من استخلفت عليه بعد أن خرج يضع رجلا يخلفه على إمارة مكة. فقال: ابن أبزة. فقال نافع رضي الله عنه: ابن أبزة، يعني استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني أنه عبد من عبيد قومه خزاعة. وابن أبزة هذا صحابي صغير رضي الله عنه. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر:
أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما ورد. ثانيا، أن العلم الشرعي من أسباب دخول الجنة إذا تعلمه الطالب، طالب العلم الشرعي إذا طلبه خالصا لوجه الله تعالى وعمل بما علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، يعني رضا لفعله، استحسانا لعمله. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء يستغفرون لطالب العلم الشرعي. ثالثا، استدامة الدين وبقاء الإسلام بتبليغ دين الله تعالى وتعليمه للناس، وكذلك بمعرفة أحكام ما يجد من وقائع، فتستبين المحجة وتقوم الحجة على العباد في كل زمان ومكان، فإن العلماء ورثة الأنبياء. ثانيا، فوائد دراسة علم أصول الفقه. إن لتعلم أصول الفقه ثمرات كثيرة أذكر فيما يأتي إن شاء الله تعالى بعضا منها. على سبيل الاختصار أيضا، لما كان ذلك مقدمة بين يدي الموضوع، فمن ذلك أولا معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. الدارس لهذا العلم المتمرس به إذا حصله وحصل بقية العلوم يستطيع أن يستخرج بنفسه الأحكام من الأدلة، وهذا هو الذي نسميه رتبة الاجتهاد، يعني يصل إلى رتبة الاجتهاد. ولهذا سمى بعضهم هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، سمى علم الاجتهاد، وهذا من باب تسمية الشيء باسم ثمرته وما يؤول إليه صاحبه. ولبيان هذه الفائدة نقول: إن النصوص الشرعية لا تدل كلها على الأحكام الشرعية بنفسها، ولو كانت كذلك لاستوى الناس. لو كانت النصوص الشرعية تدل على الأحكام بنفسها لاستوى الناس، وما احتيج إلى العلم والتعليم، ولما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فالواقع إذن أن النص لا يدل على الحكم إلا بواسطة القاعدة الأصولية، فهذا العلم وأمثاله هو الذي جعل الناس صنفين: علماء مجتهدين وعواما مقلدين. ثانيا، صون أدلة الشرع عن عبث العابثين وشبه المضللين، فبأصول الفقه نستطيع الرد على من أنكر حجية الحديث الآحادي، ومن أنكر حجية الإجماع، ومن أنكر حجية القياس، وغير ذلك من أدلة الشرع الكبرى. وبهذه الصيانة تبقى الأدلة ينابيع صافية تستقى منها الأحكام الجديدة،
وتؤيد بها الأحكام القديمة التي استنبطها أسلافنا رحمهم الله تعالى. وذلك أنه ما من حكم شرعي فقهياً كان أو عقدياً إلا وهو راجع إلى قاعدة أصولية. فعلم الأصول إذن حصن حصين للشريعة الإسلامية. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى: الشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. ويقول أيضاً: لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير. يقول هذا وهو قول عارف بأحكام الشريعة وبأصول الفقه، لأنه إمام مجتهد، فيقول ذلك عن معرفة ودراية. ثالثاً: أصول الفقه يحتاج إليه في تفسير القرآن العظيم، ولهذا شرطوا في المفسر أن يعرف العامة والخاصة والمطلقة والمقيد والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من مباحث أصول الفقه. كما يحتاج لهذا العلم، أعني أصول الفقه، شراح الحديث وأهل الفقه المصنفون فيه وفي علم الخلاف، ويحتاج إليه القضاة والمدرسون والمفتون وغيرهم من أصناف المجتمع وأصحاب العلوم. رابعاً: أصول الفقه لا تقتصر فائدته على أصحاب العلوم، بل تمتد فائدته إلى حياة الناس العامة، وذلك أن القاعدة الأصولية يمكن أن تساهم في حل كثير من المشكلات الاجتماعية. مثال ذلك مشكلة الإشاعات، المشاكل الاجتماعية مشكلة الإشاعات وتصديق الناس لها، فإنه يمكن حلها ومعالجتها بقاعدة الأصل براءة الذمة، وهي قاعدة أصولية، وبقاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهي قواعد أصولية وتعالج في حل هذه المشكلة لمن وفق إلى الوجه العلاقة بين هذه القواعد وبين هذه المشكلة وكيفية حلها. فلو راعى الناس قواعد أصول الفقه لاستقامت حياتهم. والسر في ذلك أن أحكام الشريعة الغراء أنزلها الله تعالى رحمة للعالمين، بها تستقيم حياتهم وتصلح دنياهم وأخراهم. وإذا ثبت هذا وتقرر في الأحكام، ثبت أيضاً في أصول تلك الأحكام، إذ لا يمكن أن تكون الأحكام هدىً ونوراً وأصولها ليست كذلك، هذا محال، لا يمكن هذا. إذن أصول الفقه كما يحل المشكلات الدينية فإنه يحل أيضاً المشكلات الدنيوية. ووراء هذه الفوائد فوائد أخرى كثيرة، وإنما اقتصرت على بعضها طلباً للاختصار. ثالثاً: علاقة العلوم بعضها ببعض. صنف علماء المسلمين مصنفات كثيرة في علوم شتى، وأورثوا لنا تراثاً علمياً زاخراً نفاخر به الأمم الأخرى. وكانت المصنفات في تلك العلوم قد بدأ كثير منها صغير الحجم، ثم نمت تلك المصنفات وتوسعت مادتها العلمية، وذلك بفضل الله تعالى أولاً، ثم بكثرة مصادر كل علم منها، وأيضاً
باستمداد بعضها من بعض، فكانت وفرة المصادر وكثرة الروافد سببين لنمو العلوم ومؤلفاتها، ولم تزل ظاهرة الإمداد والاستمداد موجودة في تلك المؤلفات، بل زادت وتنامت مع مرور الأزمان وتعاقب الأجيال. ولعل من أسباب وجود هذا الاشتراك المعرفي والتأثر والتأثير بين العلوم، لعل من أسباب ذلك الأمور التالية: أولاً، اتحاد البيئة، فالمفسر والمحدث والفقيه والأصولي والنحوي والأديب وغيرهم كلهم يعيشون جنباً إلى جنب، فيشتركون في جوانب الحياة العامة وكذا الخاصة أحياناً. ولا شك أن بيئة الإنسان ومجتمعه يؤثران فيه وفي علومه ومعارفه. ثانياً، أن الغالب الشائع على العلماء قديماً بل وحتى في العصر الحاضر أنهم في بداية الطلب كان الواحد منهم يطلب علوماً متنوعة وفنوناً مختلفة، فإذا بلغ أشده في العلم وصنف في فن ما فلن يكون بمعزل عن معارفه في العلوم الأخرى، فتراه يقتبس منها ما يخدم العلم الذي يؤلف فيه، والفطام عن المألوف عسير. ثالثاً، أن الشريعة واحدة، والفقه والأصول والتفسير وغيرها هي علومها، هي علوم هذه الشريعة الخادمة لها، والنحو والصرف والبلاغة تتعلق بلغة واحدة وهي لغة العرب، وهذه اللغة هي لغة تلك العلوم، وهي أيضاً مرقاة إلى فهم نصوص الوحي التي علوم الشريعة تبحث فيها وفيما يتعلق بها. فالعلوم إذن يتعلق بعضها ببعض، فلا ريب بعد هذا أن توجد روابط معرفية مشتركة بين هذه العلوم. فاتحاد البيئة والشريعة والهدف الأصلي من العلوم الدينية واللغوية هي من أسباب وجود التشارك المعرفي بين العلوم، هذا فضلاً عن روابط علمية مشتركة بين هذه العلوم في بعض المسائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا وقد كان لوجود هذا الإمداد والاستمداد بين العلوم فوائد عديدة، منها أولاً معرفة المسائل المشتركة بين العلمين وتمييز ما زاده كل فريق في مسائل العلم الآخر إذا وجد ذلك، وقد وجد. ثانياً، معرفة الأصيل والدخيل، معرفة الأصيل والدخيل في مسائل العلم، إن ثبت أن تلك المسألة المجلوبة من العلم الآخر دخيلة على ذلك العلم. ولهذا فإنه لما قال تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه جمع الجوامع في أصول الفقه في مباحث السنة، لما قال: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، فقال شارحه ولي الدين العراقي رحمه الله:
فلا ينبغي ذكرها في كتب الأصول تحرزاً من خلط العلوم. ثالثاً، مد جسور تبادل المنافع العلمية بين العلوم وأصحابها، فإن العلم رحم بين أهله، وتحقيق الإثراء في مسائل كل علم، والإسهام في بناء التكامل المعرفي. ولهذا قال الإمام الطوفي رحمه الله: العلوم والمسائل يمد بعضها بعضاً، ويبرهن في بعضها على بعض، فهو استمداد واستدلال. انتهى كلامه باختصار. رابعاً، الكشف عن أسباب كثير من الخلاف في مسائل العلم، ومعرفة أصول المسائل التي نشأت تلك المسائل منها. فبعض مسائل أصول الفقه مثلاً كان منشأ الخلاف فيها مسألة كلامية أو قاعدة نحوية أو نحو ذلك. خامساً، الوقوف على الفروق بين العلمين في تلك المسألة المشتركة، ومعرفة رأي كل فريق ومعرفة رأي كل من الفريقين، وكذلك الوقوف على الخلاف بينهما في معنى المصطلح المشترك، لأن التشارك أحياناً يقع في المسائل وأحياناً في المصطلحات، كمعرفة الفرق بين المحدثين والأصوليين في مصطلح الحديث المرسل، وكالفرق بين الأصوليين والبلاغيين في مصطلح القول بالموجب، وكالفرق بين النحاة وأهل الأصول في مصطلح المفعول، وهكذا. سادساً، وجود التشارك بين العلوم يدعو طالب العلم إلى دراسة تلك العلوم والتبحر فيها، ومجانبة الاقتصار على علم واحد يستغرق فيه عمره، فإن الاقتصار يفضي إلى القصور العلمي. ولهذا قال الطوفي رحمه الله: من جهل علماً نقص عليه مادة علم آخر. من جهل علماً نقص عليه مادة علم آخر. ولهذا تزيد مادة العلم في فن بتحصيله فناً آخر، يعني بتحصيل الطالب فناً آخر. فإذا عرف الكلام والمنطق ظهر ذلك في صحة تصوره للحقائق، وتقريره للأدلة، وتركيبه للأقيسة. وإذا عرف الحساب ظهر أثر ذلك في مهارته في الفرائض والوصايا، وعلى هذا فقس. انتهى كلامه بنحوه. سابعاً، من الفوائد أيضاً تصحيح التصور لبعض المسائل وتحقيق الخلاف فيها، وتصحيح النقل عن علماء ذلك الفن المنقول منه، والتحقق من ألفاظ الحديث المنقولة ومن صحتها. أحياناً ينقل بعض علماء الأصول في مسألة أصولية نحوية عن بعض النحاة، ولا يكون ذلك النحوي قد قال بذلك القول، فمتى تعرف؟ بالرجوع إلى كتب النحو، وهكذا. هذا مثال فقط. وكذلك بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة جداً، وربما لا أصل لها، فيظل المتأخر ينقلها عن المتقدم،
فإذا رجع إلى كتب أهل الفن أعني علم الحديث عرفوا صحة الحديث من ضعفه، فتكمل هذه الفائدة إذن بمراجعة كتب ذلك العلم الذي اقتبس منه تلك الجزئية أو ذلك الحديث. مثال ذلك استدلال بعض الأصوليين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد أورده بعض المصنفين في أصول الفقه مع زيادة في آخره: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فقال شمس الدين البرماوي رحمه الله في كتابه الفوائد السنية، وهو شرح على ألفيته في أصول الفقه، قال: يقع في كثير من كتب أصحابنا، وكذا وقع في مختصر ابن الحاجب في الأصول، زيادة في هذا الحديث إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال البرماوي رحمه الله: وهو تخليط، فإن هذا حديث آخر ليس فيه ذكر بئر بضاعة، لأن الحديث السابق الذي ذكرناه أولا ورد في بئر بضاعة. قال: رواه ابن ماجة: إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. ورواه الدارقطني بلفظ: لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه، ولم يذكر اللون، بل لا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه. وقال الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل. إذن بالرجوع استفدنا فائدة، وهو ضعف أو غلط هذه الزيادة الأخيرة. رابعاً، علاقة أصول الفقه بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. عني علماء الأمة بالقرآن العظيم تفسيراً لآياته وإيضاحاً لمشكله وبياناً لغريبه وعلم نزوله وترتيبه وقراءاته وإعجازه وناسخه ومنسوخه وأصول تفسيره وغير ذلك مما يتعلق بالكتاب العزيز. ولما كانت قواعد أصول الفقه أحكاماً شرعية والحكم يحتاج إلى دليل، وأجل الأدلة وأعظمها كتاب الله عز وجل، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما كان الأمر كذلك اقتضى أن يرجع أهل العلم بالأصول إلى الكتاب العزيز للاستدلال بآياته على القواعد الأصولية، والرجوع إلى كتب التفسير عند الحاجة إلى تفسير ما يستشهد به من الآيات، والرجوع إلى علوم القرآن عند الحاجة أيضاً. وكذلك يقال في شأن أهل التفسير وعلوم القرآن، أن يقال أنهم يحتاجون أيضاً إلى الرجوع إلى كتب أصول الفقه والاستمداد منه. وذلك أن من شروط المفسر كما مر معنا، من شروطه معرفته بدلالات الألفاظ وبأحكام الناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يبحث في أصول الفقه. هذا مع ما هو واقع من العلاقة الكبيرة بين أصول الفقه وأصول التفسير،
فإن بينهما تشابها كبيرا. ومثال نقل المؤلفين في علوم القرآن من أصول الفقه قول السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن: وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله، وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مجرد مثال، وإلا فالأمثلة أكثر من هذا. وفي المقابل تجد في كتب أصول الفقه النقل عن تفسير الطبري والبغوي والماوردي وغيرهم من المفسرين رحمهم الله تعالى. وقد ذكر ابن عقيلة المكي رحمه الله، ذكر في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ذكر أصنافا من أهل العلوم الذين عنوا بالقرآن الكريم كلا من جهته التي تتعلق بعلمه، وذكر منهم الأصولي، حيث قال: وتأملت طائفة معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم وما يقتضي الخصوص، واستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز والتخصيص، وتكلموا في النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ وغير ذلك، وسموا هذا الفن أصول الفقه. انتهى كلامه بنحوه. ومن الموضوعات المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن النسخ والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من المباحث. وقد أشار إليها وإلى أهميتها للمفسر الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمات تفسيره المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل، قال: وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيراً من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. وإنما استكثر من ذكر المباحث ليبين الأهمية، يعني أن المفسر لا يحتاج إلى أصول الفقه في باب أو بابين، وإنما في أبواب كثيرة. ومن كتب علوم القرآن التي تجد فيها مسائل أصولية نافعة رافدة لعلم الأصول كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، ومن الكتاب الذي ذكرناه آنفاً الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي رحمه الله تعالى. ومن كتب التفسير التي لها عناية بقواعد أصول الفقه تفسير الرازي، التفسير الكبير لفخر الدين الرازي رحمه الله، وأيضاً كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو كتاب جليل القدر.
وأبرز كتب التفسير التي عنيت بالقواعد الأصولية إلى غير ذلك من المؤلفات. خامساً، علاقة علم أصول الفقه بالحديث وعلومه. سبق أن قلنا إن قواعد أصول الفقه لا بد لصحتها من الدليل، وأشرف الأدلة ما كان وحياً من الله تعالى، والوحي هو الكتاب العزيز إن كان لفظه ومعناه من عند الله، والسنة المشرفة إن كان معناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أحاديث كثيرة في كتب أصول الفقه يستدل بها علماء الأصول في المسائل الأصولية، فضلاً عن إيرادهم الحديث مثالاً لكثير من المسائل الأصولية. كما هو حالهم أيضاً في الآية الكريمة، يعني هذا الأمر يقال أيضاً في الآيات، يأخذون شواهد من الكتاب العزيز يستدلون بها على القواعد الأصولية، ويذكرون الآية أحياناً مثالاً للقاعدة الأصولية. وللفائدة قد يشكل على بعض الطلاب الفرق بين الدليل الأصولي والمثال الأصولي في بعض الصور، مثلاً قاعدة سد الذرائع. لو قلت ما الدليل على حجية هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، فأقول دليل حجيتها قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حرم الله على المسلمين سب أصنام المشركين مع أنه في الأصل مباح، لأنه ذريعة إلى أن يتجرأ المشركون على سب الله سبحانه وتعالى. والدليل أيضاً قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، حرم الله على المرأة أن تضرب برجلها الأرض إذا لبست خلخالاً، مع أن ضرب الرجل في الأصل مباح، لكنه حرم لأنه ذريعة إلى تحريك الخلخال فيحرك قلوب الرجال إليها. الآن استدليت على القاعدة بآيتين. ولو قيل قاعدة سد الذرائع نريد لها مثالاً أو مثالين، أمثلة على هذه القاعدة، فقول مثالها تحريم سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله عدوا بغير علم كما في الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن أمثلة القاعدة أنه يحرم على المرأة التي تلبس الخلخال في رجلها أن تضرب برجلها الأرض إلى آخره. ففي الأول جعلت الآيتين دليلين، وفي الثاني جعلتهما مثالين، فهل هذا يصح؟ فنقول نعم، لكن بتفصيل. الدليل إذا كان يصح الاحتجاج به كالآية والحديث، أو كان من كلام العرب إذا كانت القاعدة الأصولية أصولية لغوية، فإنها تصلح دليلاً وتصلح مثالاً. وأما إذا كان المثال مصنوعاً، يعني افترضه المؤلف في أصول الفقه افتراضاً، فإنه يصلح مثالاً ولا يصلح دليلاً. مثاله أن تقول قاعدة الواجب الموسع، فيقولون مثالها لو قال السيد لغلامه: ابني هذا الحائط في هذا اليوم، في هذا الصباح إلى المساء، في أي وقت بنيته أجزاءك، وإن تركت في الوقت كله عاقبتك، لكان كلاما سائغا.
هذا مثال ولا دليل؟ مثال، هل يصلح دليلا؟ القاعدة ما يصلح، هذا الفرق، هذا الفرق بينهما والله أعلم. فقلنا إن القاعدة الأصولية تحتاج إلى دليل، وأشرف أدلتها وأحسنها الوحي، الكتاب والسنة. وأيضا شراح الحديث يحتاجون إلى أصول الفقه حاجة كبيرة. وقبل ذلك لنبدأ بالأصوليين. الأصوليون قلنا يحتاجون إلى الحديث لاقتباس الأدلة وضرب الأمثلة على القواعد الأصولية، ويحتاجون إلى المحدثين من جهة أخرى، وهي عند الحكم على الحديث. لمن كان من الأصوليين له عناية بذلك، وهذا هو الواجب أصلاً، فإن الحديث إذا لم يكن ثابتاً لم يصح الاستدلال به على القاعدة الأصولية. ومن أبرز كتب الأصول التي عنيت بذكر الحديث وتصحيحه وتضعيفه والتوثق من ألفاظه كتاب شمس الدين البرماوي الذي سبق معنا، وهو الفوائد السنية، ومثله البحر المحيط لشيخه بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. وكذلك من كان من حفاظ الحديث كالعراقي رحمه الله في شرح نظم المنهاج وفي شرحه على جمع الجوامع المسمى بالغيث الهامع. وشراح الحديث يحتاجون إلى أصول الفقه حاجة كبيرة، وإلا فكيف يفهمون معاني ألفاظ الحديث، وكيف يعرفون جهة دلالته على الأحكام؟ ولهذا اقتبس الشراح، أعني شراح الحديث، اقتبسوا من أصول الفقه شيئاً كثيراً، خصوصاً في قواعد الدلالات وقواعد التعارض والترجيح وغيرها من مباحث الأصول. فأصول الفقه علاقته علم أصول الحديث، أما علم أصول الحديث فعلاقته بأصول الفقه علاقة متينة. علم أصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث أو علوم الحديث علاقته بأصول الفقه علاقة متينة، وبين هذين العلمين مسائل مشتركة كثيرة، وذلك في مباحث السنة التي هي دليل من الأدلة الشرعية المتفق عليها. حين يذكر الأصوليون الأدلة المتفق عليها يقولون الدليل الثاني السنة. فتجد عامة مباحث السنة عند الأصوليين هي مباحث موجودة أيضا في مصطلح الحديث، علوم الحديث. وقد استفاد أهل كل علم من العلم الآخر، فلم تقتصر الاستفادة على الأصوليين من كتب علوم الحديث، بل كذلك حصل العكس. مثال ذلك قول شهاب الدين الكوراني رحمه الله في كتابه الدرر اللوامع، وهو في أصول الفقه، وهو شرح على جمع الجوامع. قال: والحق ما قاله الشيخ ابن الصلاح، إن الرواية بالوصية بعيدة جداً. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مجرد مثال، وإلا الأمثلة كثيرة. ومثال اقتباس أهل العلوم الحديث من كتب أصول الفقه قول السخاوي رحمه الله، قول شمس الدين السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث في مسألة الحديث الذي أنكره راويه، قال: وأشار الفخر الرازي إلى أن الرد إنما هو عند التساوي، أي رد الحديث. وقال بعضهم بالقبول مطلقا، وهو اختيار ابن السبكي تبعا لأبي المظفر السمعاني، وقال به أبو الحسين ابن القطان
وإن كان الآمدي والهندي حكيا الاتفاق على الرد من غير تفصيل. انتهى كلامه بنحوه. فانظر هذه العبارة المطولة، لو قرأتها ولم تعرف مصدرها لظننت أنك تقرأ كتابا في أصول الفقه، مع أنها موجودة في علوم، في كتاب من علوم الحديث. ومن الكتب، من كتب شروح الحديث التي لها عناية ظاهرة بقواعد الأصول، كتاب المفهم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. الأصل والشرح كلاهما من تأليف أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى. ومن الكتب أيضا إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهو شرح على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والشرح من تأليف تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو أبرز شروح الحديث التي تعنى بالقواعد الأصولية. لا غنى لمن يبحث في أصول الفقه عن هذا الكتاب. ومن الكتب أيضا فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ومثله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن الكتب أيضا طرح التثريب في شرح التقريب للحافظين أبي الفضل زين الدين العراقي رحمه الله، وابنه أبي زرعة ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى، وغيرها كثير. ومن كتب أصول الحديث التي لها عناية بأصول الفقه الكتاب الذي مر معنا ذكره، وهو فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، الألفية لأبي الفضل زين الدين العراقي، العراقي الأب رحمه الله، والشرح لشمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. ومن الكتب أيضا كتاب النكت على ابن الصلاح، وهو من أبرز كتب علوم الحديث التي تعنى بالقواعد الأصولية. هو الكتاب من تأليف بدر الدين الزركشي رحمه الله، وقد حقق الكتاب في رسالتين علميتين طبعت إحداهما في 3 مجلدات. ومن الكتب أيضا كتاب البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، النظم والشرح كلاهما من تأليف جلال الدين السيوطي رحمه الله، إلا أنه مات قبل أن يتم الشرح وبقي عليه الأكثر، يعني هو شرح الأقل وترك الأكثر، والمطبوع منه يقع في 3 مجلدات. وكان قد سماه أولا قطر الدرر بكسر الدال، قطر الدرر على نظم الدرر، ويقصد بالدرر السحائب، جمع درة وهي السحابة. ثم استقر على تسميته بالبحر الذي زخر، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الغد في مثل هذا الوقت إن شاء الله بقية الكلام عن علاقة أصول الفقه بعلوم أخرى بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.